بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس في الحج. الدرس الثامن: منافع الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله جل وعلا فرض الحج وشرعه لعباده ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فالحج فيه منافع كثيرة دينية ودنيوية، فمن منافع الحج وأعظمها أن الله يكفر به الذنوب، وأنه يؤدي به الواجب عليه من فرض الحج، ويحصل على ثواب الله الذي لا يعلمه إلا الله. هذا أعظم المنافع في الحج. ومن منافع الحج أن الله يكفر به السيئات ويحط به الخطايا، كما قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ومن منافع الحج أن الإنسان يصبر على التعب والمشقة، فيكون داخلا في المجاهدين في سبيل الله عز وجل. فالحج جهاد، إلا أنه لا قتال فيه كما جاء في الحديث. والجهاد معلوم فضله وثوابه عند الله عز وجل. والحج فيه تعارف بين المسلمين، يجتمعون من مشارق الأرض ومغاربها، ويتصل بعضهم ببعض، ويتعلم بعضهم من بعض، ويتعارفون ويتآلفون، ويفرح المسلم بإخوانه، ويعلم أن له إخوانا كثيرين. إذا رآهم في الحج فإنه يفرح بذلك، ويسر بإخوانه المسلمين من كل قطر ومن كل فج عميق. توك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فالحج فيه منافع لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومنها الطواف بالبيت العتيق الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، فيراه ويطوف به ويحصل على هذه الأجور العظيمة في مشاعر الحج ومناسك الحج. هذه منافع عظيمة. تفقه في دين الله إذا التقى بالعلماء، وكذلك يخشع قلبه إذا التقى بالصالحين ورأى المتعبدين، فإنه يكتسب منهم الخشية لله عز وجل، ويكتسب منهم إصلاح العمل لله عز وجل. وكذلك من منافع الحج الاقتصادية التجارية، فإن الحج فيه منافع، ولا مانع أن الإنسان يتجر في الحج ويبيع ويشتري في الحج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لأن من الصحابة من كره البيع والشراء في الحج، فأنزل الله هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فأباح سبحانه للتجار في موسم الحج. وهذا من منافع الحج العظيمة، منافع دنيوية ومنافع أخروية ومنافع أخوية، فمنافعه عظيمة ليشهدوا منافع لهم. ولا يحصي هذه المنافع إلا الله، لكن مقل ومستكثر